وعيط لك قال لك إذا دخلتي غنفضحك وغندير لك وغنفعل لك تعقلي. الصديقه ديالو عادي كانت كتثق بي كانت ما جاتش ليا غنفضحك وندير لك اش غيفضح بيا اشنو اللي فيا يتفضح مثلا شنو بغيتي هادشي هشام شنو بغيتي تقصد ايوا خليهم ابادر خليهم يهضروا فاصافا هما كانوا في الدار خلي معايا خليهم اش علاش شنو اللي عيط فيا مثلا لا انا نهار كنت اختي في الامارات تقليد الله عليك وانت عارفه اش كنت كندير دابا هادشي كله ما عنديش فيه اعتراض عندي كلمه بغى يفضح فيك اش غيفضح فيا مثلا قالها قدامي كانت معانا واحد القواد اخرى سميتها صحر الامبراطوره اللي حاليا مجوجه كاينه في الامارات في الشيخ زايد اللي كان ضرب هو وياها وبسببهم طرحل من الامارات يعني اللي بغات صحر ماشي صحر البقره اللي كتبيع المخاول شوف هو فعلا شوف اللي كتبيع المخاول حاليا في كازا هشام هو فعلا قال لي خرجيه دابا ولكن انت يا جيتي عندي خرجك هو جرى عليك جيتي قول لي عاودي اشطر ماشي قال لك لا ما فهمتيش ولكن جيت عندك اختي وفعلا عيطت لك قال لك خرجي وخرج عندي وما جلست وما دخلت جلست عندك وي جلست عندك مع وليدك الله يكثر خيرك ملي قلتي لي خرجني من الدار وقلتي لي انا جاي عندك قلت لك اجي خلصت لك الطاكسي وصلتي عندي للدار بركتي عندك سيمانه بلاتي بركتي عندي سيمانه ما قلت لك بلا ما تقول لي باش ما ينوضش الصداع جلس انت مرحب فيك جلس معزز مكرم بلا ما تقولها لي مني وصلت الخبار عيط ليا قال لي واش انتي صاحبتي ولا عدوتي قلت لي علاش قال لي علاش انا جريت على مداح وانتي شديتي قلت لي انا مداح قال لك انت جريتي علي عيبات في الزنقه ما نخليش انا عيبات في الزنقه دخلته قال لي ودابا يخرج هذا الشيء اللي طرا ما باش علاش خرجت انا عرفتي علاش خرجت واخا عرفتي علاش خرجت انا من عنده كان داني عند واحد ام سلطان تحياتي ليها عارفه خليه هشام باش نهضروا انا حيت دابا فاش هضرت لا دابا خليه يهضر انا عاود ضحكي ديك الكلمه ديال قال لك الا ما خرجتيش يفضحنيش انا اللي كاي حاجه كندير عارفه الامارات كلها ام زيد هشام المداح بزاف الناس هضر على هذا الشيء ديال الرضا اللي حنا اليوم كنهضروا عليه وكلنا كذبناه العالم كذبناه وهو اكثر واحد تأدى منه قاله هشام المداح كذاب قالوا هشام المداح فعل لحقاش هو هشام ولكن صوفيا دابا اللي تاكدنا باللي هشام المداح صوفيا واش كان تيكذب ولا هشام دابا هادشي اللي غيعاود لنا كاين تقول الصح هشام هشام القصه وما عندكش علاش تخبع لانه هشام علاش تخبع شوفوا نهار هشام ما كيكذبش دابا يا مشكل راني المشكل جا عندي وشكل يفتح لي قلبه انا من نهار جا من الامارات انا اللي كريت ليه انا اللي درت ليه كل شيء لانه هذا السيد واخا يهضر فيا والله ما ندي عليه عزيز عليا لانه هذا السيد كان كيطيب ليا كان كيخبع ليا حوايجي وكانوا عندي فلوس في الدار عمره ما ادى لي شي حاجه باش شتي هشام حطوه في عينيك في ديوركم بعينكم غامضين ما كيسرق كل شيء هو والله ما يسرق الثقه هي كل شيء واحد المره بقيت نقلب على حاجه ونقول شوف صوفيا راه لقيت ناس بزاف في الدار وانا حيدو وخبعها الذهب ولقيت عنده الصح وكيرد البال هشام ما يسرقش فمو خانز ولكن باش يسرق لا وهذاك الشيء اللي قال على الامارات كله صحيح لانه انا عاودوا لي قبل ما يعاودوا لك في الله تعاود لنا هشام باش تكون عين هشام واش تعرضت لتهديدات مؤخرا باش رجعتي يا خويا لا انا نقول لك انا نذكر لك شكون شي لا غادي نذكر لك انا دابا ما كاينش في داري دقيقه عافاكم انا دابا ما كاينش في داري كاين عند الناس ياك وما غنقولش فين كاين ياك واي مدينه فين كاين انا عيطت لي حاجه قواده قحبه تاعت الخلا اللي كاينك حاجه في دايره كي الراجل في كازا بلا ما نذكر سميتها عيطت لي كتهدد فيا قالت لي غتصد كرك ولا غادي
قسم لك بالله حتى نخوز الزمن بوك مراكش. العودة العودة لعيبك. لا عافاك 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 ما نذكر سميت حتى شي واحد الله يرحم والديك. اوكي ما نذكر سميت حتى واحد زيدي. الناس كيفهموا الرقم والناس يفهموا. عيطت لي واحد عيطت لي هذه القوادة اللي قلت لك دابا اللي سميتها اللي لستها اسمها سحر الإمبراطورة اللي عايشة في الإمارات المجوجة. واحد حاشاك كان في البوليس وجراو عليه لأنه كيبيع المخدرات في وسط الإمارات. ياك حاليا عايشة في أبو هيل ياك ودابا حاضر كاينة في الدار البيضاء. عيطت ليا قالت ليا عافاك نهار باقي تهضر عليا اقسم لك بالله خوتي ما تعرفهمش منين غيوقفوا عليك انا دابا كنهضر عليك كاين نحاشك اقسم لك بالله كاينين في السوشيال ميديا حاليا وقواويد كيصيفطوا البنات حاليا باقيين كيصيفطوا البنات وكيصيفطوا الدراري وانا نهار ضربت مع ريطه وخرجت ومشيت طلبت ام زيد قلت لها بغيت نمشي عندك ياك نهار ضربت معها ضربنا على اش بنت حاشاك جابها من المغرب انا كنقولها وكنعاود نقولها بنت جابها من المغرب وشد ليها باسبورها وشد ليها باسبورها فاش شد ليها باسبورها ناضت البنت كتغوت بقات فيا انا ما نكذبش عليك انا وليا بحالي بحالها عافاك دقيقه الشعبي الله يرحمك باش ما ننساش الله يسهل عليك ياك فاش ناض هضر عليها ناض بغى يضربها صرفقها طاحت هذه بنت سطات واحد البنت بنت سطات ياك سميتها شيماء سميتها شيماء ناضت فاش ضربها بغات الباسبور ديالها السيده كتطلب كتقول لي الله يرحم والديك عافاك الله يسعد عليك انا بغيت نمشي عند ماما قال لها حتى تكملي لي الشيك تاع 5 مليون ولا نصيفط امك للحبس ها وحده نط انا فاش هزت لي على الباسبور وصيفطها خرجتها من الباب ديال ديال الدروج ماشي في لاسانسور جريتها في الدروج وهربتها هي هذيك باش ناض المشكل بينه وبينه وجرى عليا شبعني عصا هو واحد قوات سميتو مينا اللي كاين معنا في الفيديو ياك اللي كاين معنا في ذاك الفيديو اللي كان تيقلعوا ليا في حوايجي ياك هذاك سميتو مينا ياك ناض جرى عليا عيطت لام زيد قلت لها الله يرحم لك الوالدين ما عندي فين نمشي وفعلا لا ريال لا جوج ما عندي فين نمشي والامارات راك عارفها ياك نط مشيت عند ام زيد قعدت عندها قالت لي ما تقولش لي راه انت عندي فعلا سدت فمي وسكت ما قلت لي لا انا عندها لا حتى شي حاجه دارت السيمانه فاش قعدت عندها رحب بيا راجلها وليداتها كلشي ناضوا قالوا ليها قال لي عافاك واش انا صاحبك ولا خرجي فاش خرجت رجعت ثاني عنده دل من داك الشيء وليد حاشاك ثاني بات حاشاك حدا الباب والفيديوهات كانوا في اليوتيوب كنت يوميا تنصوب المسمن البغرير نشقى حاشاك القحاب اللي كانوا عنده وكلشي كنت كنديرو انا كنقول لك كنت خدام معاه في وسط الدار اللي كانت مع كان فيها القواده في وسط الشيخ زيد فين كي فين كي كيفسي والقحاب كانوا كيدوا الفلوس ولا كانوا كيجيو مساكين يستغلوا مسالهم يصيفطوا المغرب لا لا ما كاين حتى قحبه ما كتدي الفلوس وتقول حتى كيسالوا حتى قحبه ما كتدي الفلوس انا كنقولها من هذا المربر النهار هضرت انا في هذا الشيء المخير في المغاربه ردني انا هبيل ردني انا مخلويض مداح الا باقي عندك التليفون القديم راه تقدر تمشي عند البوليس ولا عند السير لا انا عندي كل شيء انا عمر شوفي باقي تعقلي على ذاك التليفون واش تعقلي عليه تقلي عليه تعقلي باقي عندي اليوم علاش هشام ساكت صاحبي علاش هشام ساكت وما يمكنش نهضر بهضر واش بهضر نهضر في الواقع واش نجي نبكي عليك نمثل عليك انت خويا راه كاين في امريكا انا خويا راه كاين في المغرب واش انت من نيتك راه انا كاين في المغرب اخويا باطر راه في المغرب فاش هشام راك هضرتي دابا راك هضرتي واللي عطى اللي عطاه كمل راك ما تقولش ليا شوف ما تقولش ليا ما تقولش ليا بدر انا حقا والواد كاين القانون ما كاينش حتى قانون اللي غيحميني منه بلاتي 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 لا 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 ما تبررش هاد المغالطه عندنا والله دقيقه عافاك عافاك ما نبررش عليك انا كنهضر على راسي كاين القانون كنهضر على راسي بلاتي بلاتي جوكر 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 تا واحد ما يهضر سمح لي ابا هشام القانون كاين في البلاد المخزن كاين القانون في البلاد كاين القانون في البلاد اسمح لي اسمح لي اخويا القانون ما با ما باك اي واحد عنده حق تيديه لاننا بلد القانون بدر بدر شوف هذا المحامي ديالي ياك بلا ما توري التليفون مش مضربوش الله يا بدر ما نقدرش نحط صوته لانه كنحترم المحامي ديالو ما نخرجش الاسرار ديالو كلامه نعم. هذا المحامي ديالي مسكت الاوديوات نسمعهم لك انت بوحدك ما نعيط لك شتا يقول لي انا مشكيا به اختي مشكيا به راجل اختي مشكي به الطبيب ديالي مشكي به بالفيديوهات بالدلائل هذيك السيده اللي في فرنسا هذيك طاطاها لا مشكيا به تخيل مشى تعطي الافاده ديالها عند البوليس شنو قال لي هذاك البوليسي قال داك واحد خونا عنده بزاف ديال الشكايات المحامي ديالي شنو صيفط لي في اوديو اليوم في الصباح قال لي انا ما فهمتش صوفيا كانت في الشكايه كلشي ملي كنمشي ما كنلقاش اقسم بالله خويا قال لي المحامي ديالو ما نجبدوش
قال لي ما كنلقاش، قال لي هذا مراشد هر صحيح، وانتم تفهموا اخوتي. اوكي بالله الا هما الاوديوات. انا بغيت نقول لك شوف شوف بدر، هاي حتى انا عندي شكايه، هاي حتى انا خويا عندي شكايه. راه هشام بلاش الله يرضى عليك، حتى انا جبت كل شيء دقيقه، حتى انا جبت كل شيء، حتى انا عندي شكايه من نهار زعيت، نهار هز عليا دقيقه، نهار هز عليا جنوبيه انا وخديجه فعند فاش كنا عند يسرى مود وتجمعوا ليا هو عائلته كانوا غيقتلوني انا وخديجه اللي كنت مجوج بها في الاول. هاي الشكايه باقا عندي الى يومنا هذا، وملي مشيت كان مشي كيقول لي ما كاين والو، كان مشي للقانون كيقول لي ما كاين والو، ما كاين والو، ما كاين والو، هاي باقا عندي، ها هي هي الشكايه مستعجله باقا عندي الى يومنا هذا ما كاين والو. عمر بعد الشكايه ها جوج ها ثلاثه ها اربعه، وحده ديالي، وحده ديال اختي، وحده ديال راجل اختي، وحده ديال الطبيب ديالي، بالدلائل بالفيديوهات والتهمني بالانفصالي والوطنيه ديالي وكل شيء، وحط اسراري، حط الباسبور، حط المعلومات، ما خلى ما حط. ومني كيمشي بغيت نقول لكم صوفيا، بغيت نقول واحد الكلمه، الله يرحم باكم، اعتبروني زامل ولد القحبه، ما نسوى ما نصلح. نهار توقع لي انا شي حاجه حاليا اما نعرفوا غير رضا ولد الشينويه، انا كنقولها، انا كنقولها. هشام هشام اسمع، دابا حنا ردينا القضيه قضيه راي عام، باش تدخل حنا كنشيقوا في النزاهه ديال القضاء، وان شاء الله الكل ظالم غيتخذ الحق ديالو من في الدنيا وفي المغرب ان شاء الله، حيت كاين قانون كيسير هذيك البلاد، ماشي بلاد سايبه. انا معاك، انا نكمل هضرتي، نكمل ولا كنكمل؟ الجوك كنت قلت هذه، قلت لكم انا مستعد لاي مساءله قانونيه، وعارف اشنو كان، مرحبا، وعندي الادله، وعندي خبره ديال التليفون، دار لي الخبره للتليفون، برافو. اسمع هشام مداح الله يرضى عليك، اسمعني اسمعني باش ما نتلمش على الهضره، هضره مهمه، اسمعني، انت عندك ادله مهمه، الا كنتي كيف ما كتشيق في بادر ولا في الشعبي ولا في الدراري هادو، الا ما ديتيش لهم مع الناس، تدواو مع ناس جمعيات وناس خداو المسطره القانونيه، وداكشي ما بغيناش نبقاو نهضروا عليه في اللايفات، حيت ما عندهمش حق يهضروا فيه في اللايفات. قانون كيتاخذ من جرائم واحد الناحيه، وحنا كنعزو، انت غيكون عندك دور كبير الا دابا انت باغي تاخذ حقك، هذه هي الفرصه المناسبه، ما حد اضواء مسلطه عليه، وما حد دلائل واصابع الاتهام موجهه اليه، تعزز لخوتك بهذاك الشيء اللي عندك انت، عارف بان غنديروا ليه الجيم اوفر. ونهار كان واحد الفيديو صيفطوا لبدر المكناسي، واحد الفيديو انا اللي صيفطوا ليه، ما طلبوش ليا وصيفطوا ليه، كنا كيقلعوا ليا في حوايجي، كنا مع زلال برهوش والمغربي ما حطيناش حارق، وما حطيناش، هذه اول حاجه. لا انا كنقول لك انا اللي صيفطت، ما كنقولش انت اللي طلبتيني، انا اللي صيفطوا ليك هما ثلاثه، انا اللي صيفطوا ليك ياك، هذه اول حاجه. وفاش كنا حنا، كنا ثلاثه الناس في الدار، انا وهو واحد سميتو مينا، واحد سميتو مينا، هذاك باقي كنقولها وكنعاود نقولها، هضرنا في هذا الموضوع. انا الله يرحم لكم الوالدين اللي فيا، كافيني ها العرش الشعبي، ها العرب الخوت، انا توقع لي، انا اعتبروني قوه ضد القبائل. شي حاجه بلاش يقول كلمه، اسمعني مزيان، دابا انت حطيتي راسك هنا وهنا، يا انت كذاب غتمشي للحبس، يا غادي مع الناس، راه كاينه دابا كانت 17 ولا دابا 22 شكايه. قلت شي حاجه هشام، انت دابا قلتي الهضره قلتيها، هو غادي يرفع قضيه ضدك ولا ضدنا ولا ضد العالم كامل، انت راه بديتي، ما عندك فين ترجع، يا تكمل يا هكايا، مابقاش عندك فين ترجع. انا كنقولها لك، قلت لك مستعد لاي مساءله قانونيه، فوالا ما عنديش مشكل، حيت مابقاش عندك فين ترجع بعدا، مابقاش عندك. كنعرف اش كنقول، غير هو انا ما كاينش في داري، اقسم لك بالله انا خويت الدار على قبل هكا، خويت الدار باش يجي عندك زعما يتعدى عليك. هشام ما بقى عندك هو المسؤول عليها. وهشام من البدايه هو كيغوت غير بوحدو، كيهضر على بوحدو، حتى حد ما كان واحد ديفا ام زين، كان فيه كذوب كيدور عليك، كنا لا، ولكن الشعبي نقول لك واحد الكلمه، الشعبي انا حد ما دافع فيا في الاول، نهار قلت لكم قواد صحيح، وحد ما تيقني نض، كلشي المغاربه سبوني وعايروني كلهم. كنت عايش معاه في هذيك الدار، تقدر تعرفنا شي شويه هشام كيفاش كتقول؟ كنت عايش معاه، وكنا عايشين بزاف الناس معاه في وسط الدار. عاودنا شويه شنو كان تيوقع في ديك الدار هشام، عاودنا شنو كان تيطرا. كنا كاينين عايشين معاه، كنا عايشين، نكذب على الله حرام، كنا واكلين وشاربين معاه. حنا عرفنا، ولكن شنو كان تيطرا في ديك الدار؟ شنو كان تيطرا؟ عاودنا على الطلبيات، واش كانوا شي طلبيات؟ انا نقول هذيك اخويا، كانوا الطلبيات اخويا خدامين بثلاثه البرامج، واحد سميتو الهوزهير، وواحد سميتو ازار، وداك القرينه سميت قبيلت با، داك واتساب جي بي كيخدموا اكثر شيء بواتساب جي بي.
ما تشبه الواتساب العادي الجيب بداك الواتساب الشينوية هو اللي كيخدم بهادشي. هو حط تليفونات وكان خدام معاه واحد الدري سميتو يزيد هو اللي مقابل ليه التليفونات وهذاك يزيد نهار ضرب معاه ناض مشى خدم معاه صحار ناضت هذيك الصحار سكنت فوق منه ناضت الرقاطه ما بين صحار وهو ناضت العماره يوميا في مضربه ناض رحل من تمانية رحلت صحار سكنت في ابو هيل هو باقي ساكن في شارع الشيخ زايد فين كاينه كيفسي حدا داك اوتيل ما عرفت قبلت با واحد لوتيل تمانية ما عرفتش شنو سميتو المهم هنا تنأكدوا المعلومات اللي كانوا كيتقالوا دوك البنات اللي كانوا تيقولوا الناس كان جيت الشيخ زايد تحت الكي اف سي قالوا هضرت دوك البنات صحيحه زيد اخويا الطابق كان ساكن في الطابق الثالث في الطابق غرفتين وصاله جوج بيوت وصاله وكوزينه هذا الشيء هو اللي كاين اخويا انا ما نكذبش عليك انت اخويا انا اللي فيا كافيني انا كنقول لك مستعد لاي مساءله قانونيه اللي بغى يعيط لي من النيابه العامه من المحكمه نمشي نحضر ندي جميع ادله ما يثبت بان هذاك السيد كان قواد انا قلتها لك بالدارجه تعرفت الصلاه على النبي ما عندي ما تسمعوا واش الاوديوات اللي تسمعوا واش مو فبراكين لا صوتو لا صوتو لا صوتو لا صوتو هشام واش تقدرش تعرف دوك الناس اللي كيهضر معاهم كيفاش هذوك الناس اللي كيهضر معاهم والله ما سمعتك الشعبي شرح ليا قلتلك واش تقدرتي تعرف على الاصوات ديال دوك الناس اللي معاه في ابيل لا ما ونكذب عليك نقول لك حكا والواد كانا وليت تنعرف العلم بالغيب اسمح لي ما عرفتش يا ويلي على وقت الماكله ويلي ويلي حكم ان هشام سمع رجعت اخويا واش انا راني بنادم هشام بحكم انك دوزتي الامارات تقدر تشرح لنا هاد الاوديوات اللي كاينين حيت بزاف الناس قالك ممكن طالب الخدمه للصابون نسمعك الاوديوات بحكم انك انت كنتي معاه وعشرتي فواحد البيريود تقدر مرحبا تشرح لنا شنو هاد الاوديوات شنو المعنى ديالهم بلوغكم انتم مرحبا كاين امامي اللي بغيتي اختي كاين عندي والبنات زوينات شنو بغيتي الرق الغلب اللي بغيتي كاين دابا البنات حيت جوج ولكن انا غنصرف لك انا سمعت الاوديو انا نشرح لك بغيتي وحده فيهم نصيفط لك حتى الاولى ونصيفطو حتى لطالب اخر انا نشرح لك عافاك نشرح لك شرح لنا اخويا نشرح لك هاد الاوديوات اخويا كيكونوا هما القواده بيناتهم في الامارات دابا الا مثلا انا مثلا عندي ربعه مثلا نقول مثلا عندي ربعه البنات وخرجوا كاملين يمكن هذاك الطلب واحد مثلا الشعبي زبون مثلا كنقول ايه مثلا الشعبي زبون طلب بنت دور عند بدر اش الشعبي زبون سير مثلا انا غير كنقول لك مثلا سيدي شي واحد في هنايا زبون بغى شي بنت ما لقاش الطلب ديالو عند هذيك القواده الاولى خصو يجيبو هو ضروري داك الطلب ما خصوش يضيعو داك الطلب ما خصوش خصو ضروري يشد فيه الباي ديالو باي طريقه خصو والله يجعلو ما يجيب هذيك السيده يجيبها من المغرب ديك الساعه المهم خصو يشد الطلب ديالو يشد فيه هو قال ديك المراه قال لها خلفي امامي شنو كتعني قال لها كاين عندي خلفي وامامي كاين عندي اللور القدام من الزك ومن التينا بجوج فاطمه الزهراء زيد اخويا الشارجور ديالي من الصاك الله يرحم باك باك طفال ديال التليفون الشارجور فاطمه الزهراء عطيه با فاطمه الزهراء سيدي واش حنا مليوحين حنا كرسيك ما كتوقفش تحيا الامامي والدعم الخلفي ربي يسر بالعار باك طفال ديال التليفون دابا انت طرف من عاونتينا بزاف هشام بداح وعاونتي بزاف الناس واكدتي هادشي حتى كنتي عايش معاه في دار وحده عندنا واحد الفيديو انت وما ثلاثه كيضربوا باش يحيدوا لك حوايجك واحد معاكم معري من الفوق شفت هذاك الفيديو هشام كلشي كيقولنا هشام بداح هو اللي عنده الساروت هو اللي عنده كلشي يعني انت هشام بداح انت معانا وفي البلاد وصرحتي بهذا الشيء وقلتي الحقيقه حتى متاكد منها كاينه وعندك دلائل على هذا الشيء يعني ما كاينلاش غير يضرب معنا وقلنا لنا واش جيبوا شي دليل وقولوا السيد كيواجهك فاس فاس وجهك وحنا حاملينه وحنا معاه واقفين معاه تحت اطار القانون عيطت لي اليوم شوف اخويا عيطت لي اليوم فاطمه الزهراء ديال شوف تي في قالت لي واش ممكن يجوا عندك الدراري يديروا معاك مقابله على القضيه على ولد الشينويه اللي هضرت قلت لها انا لا علاقه لي اختي بشي منبر اعلامي انا الا بغيت نهضر في المحكمه بغيت نهضر في النيابه العامه
بغيت نهضر فين المهم انا المنابر الاعلاميه لا علاقه لي بهم، انا لا علاقه لي بشي واحد، انا كافي خير شري، كافي خويا خير شري اللي فيا كافيني. انا خويا غطلب، انا خويا غطلب حوت تران الله يجعل البركه. حنا عندنا شي بنات هشام مداح، جاو عندنا شي بنات اللي طلعوا قال لك انا عندي 18 عام اييه الصطاب تاعي اللي جبتي، وكان واحد السيده مسكينه اللي كانت مع مرت باها، وباها اللي كان مرت باها باعت الولد الشينويه، وكانت عندها 18 ولا 19 عام، وجا قبل ما يديها الامارات مشى علمها شي شويه في عين دياب، وعطى واحد القتله ديال العصا في المدينه، وباش عاد داها دا الامارات ربيها شي عام، وداك الشيء مرت باها هي اللي سيطاتها. السيده خدينا ما عندها المعلومات ديالها وداك الشيء، ومشى منها دارت هذا الشيء كامل، مشى هددها بدارهم وحي عليهم باش ما يديروش الشكايه. ولكن في الاخر دابا هادشي ولا راك شي شنو دار هادشي اللي قلنا اللي هضرنا فيه انا وجوكير وبازر وبيك نانا. علاش هشام، علاش هشام ما ديش الحقائق والدلائل باش هاد السيد يوقف على حده؟ كون اخويا انت في، كون اخويا انت مرحبا بك، كون اخويا في المغرب وجي تجيني ورجلي برجلي. والله ما كرهت اخويا هشام، كون شي واحد اخويا اللي يكون واصل صفت يا خويا شي واحد اللي يكون واصل ويكون ثقه ويديني رجلي. كاينه ام زيد دايره شكايه باش كاينه ام زيد غادي دير شكايه ديالها. واش انا دير شكايه ولا ام زيد؟ انا داير شكايه، حتى انا داير شكايه. ام زيد، ام زيد السلام عليكم. وعليكم السلام ام زيد. ان شاء الله انت بديتي في الاجراءات ديالك ياك ولا مازال؟ درت وسالي، درت باقا شي اجراءات ديالك. اوكي ها ام زيد، ام زيد الى وقف، الى وقف هشام ان شي واحد يتعاون معاه، تقدري تعاوني معاه في هذا الشيء هذا؟ انا ديما ديما عمرني انا قلتي لي شي حاجه وما قلت لك لا. الله يطول عمرك. هانت سي هشام المدحة، ام زيد توقف معاك في كل شيء. الله يسخر، مرحبا، دير معايا فين نمشي عندها ولا فين هذا، والله حتى نمشي بالله. حيت دابا دويتي دويتي، الا ما درتيش كاع غتمشي للحبس انت، غايقول لك قلتي وقلتي. لا حبيبي انا داير شي، لا انا داير شكايه درتها هو البارح. ما فهمتينيش دابا في هذا اللايف هذا، راك هضرتي وقلتي بزاف الامور اللي كيقلبوا عليهم السلطه وتيقلبوا عليهم الناس، يعني ما عندكش تراجع، يعني غتولي انت رايح المشكل. كمل كمل كمل. انا حباده لو يعطيني داك الشيء اللي عندك في التليفون ندير لهم حلقات في اليو اس بي. هشام نعم. شنو هو الدلائل اللي عندك مثلا اللي غادي تدين هاد رضا والشينوي؟ شوف كاينين شي وحدين، انا كاينه هذيك اللي فوق مني اللي هي صوفيا، ما غتكذبش راه عندها الشنط، ما عندها لا في القيد لا في ربعته، ياك هذه اول حاجه. صوفيا اقسم لك بالله كنت وريتها انا شي حوايج اللي غيمشيو فيهم بنادم للحبس بمره بلا لايفات بلا حتى شي حاجه. انا راسي ما قدرتش انا نهضر، فهمتيني؟ هاي تقول لك ما كانش شي حوايج غيدينوك حتى انت، هاد الحوايج غيدينوك حتى انت. وي حتى انا فيهم، هذه هي المشكله، حتى انا فيهم. حتى انا فيهم، هذه اول حاجه فهمتيني. انا مستعد لاي حاجه، انا ما عندي ما نخسر والو، انا ما عندي ما نخسر، ما عندي لا ولاد لا دراري، حتى اللي بيني وبين راه الطلاق انا وياكم، مشات في حاله والله يعاونها ويعاونها، الصلاه على النبي. يعني ما بالك الشعبي في هادشي، حيت انا يا بدر الدعوه اللي دايره ديال قذف المحصنات والتشهير، اما نقول لك انه عندي دلائل على هادشي اللي كيقولوه الدراري انا ما عنديش. عرفتي علاش كان كيبين قدامي البراءه؟ او انه يعني راه هشام يقول لك شتي هشام، راه ما كان كيبين قدامي والو. انا بدر سولتيني في التبعيد سمعتك من بدر شنو بالي في هذا الشيء كيبرانا احنا بعدا بالاقتيامات، كيقول لنا فين دليل دليل. طلعوا الناس اللي هضروا بفهمهم، هشام بداح اللي هضر اللي كان في عين المكان وفي هذيك الدار اللي كيتمارس فيها القوى هذا وكيتمارس فيها هادشي كامل. هشام هذا اللي بالرقم والفيديو هذيك ماشي بروف، هذيك كتعاون هي الاولى، عاد كنجيبو هي الاولى نوفل، عاد تجي داك الشيء الاخر مور هذيك ناخذوا عليها لاباز، عاد كناخذوا الناس فهمتي، هذيك دليل وكنزيدو نعاونو كنعزوها بشي حاجه. باش نقول لك هشام هادشي باش دوك اللايفات اللي كتعرف ديال الضحك وديال اللعب وقول وصافي وداز اخر شي شي هضره ما عندكش. الشعبي الشعبي نقول لك واحد الكلمه، نقول لك واحد الكلمه، لا نقول لك واحد الكلمه باش تحطها خرصه في ودنيك. انا ما طلعت قلت لك نهار الاول مع بدر حطها عفت راسي رجلي هنا رجلي ليه فوالا، لا ما عندي فين ترجع تكمل. لا ما عنديش، شوف انا ماشي كنضرب فراسي،
انا ماشي كنضرب في رئيس دوله رئيس دوله ديال البرازيل ولا ديال تونس ولا انا كنعرف اش تنقول وفي القانون فاش يقول لك تيقول لك واش عندك شي دليل على هذا السيد كتقول ليه ما عندكش كتهبط في الطربه من الاخر بيان سور القانون عارفينو عارفين من بدينو هذا الشيء اللي بغيت نقول لك انا هذاك السيد تمدى عليا في يامي وكان تيعايرني وتيسبني وتيقول لهم كذاب مخلويد داير فاع وطارق بغينا نعرفوا حنا باش خلبطوا باش كذبت عليه اي كنتي قواد علاش ما تقولهاش ما كنتش الشطح كيخبي وجهو هي خدمت انا في جامع الفنا كيف كتقول لهم كان غير رقص في جامع الفنا هي رقص في جامع الفنا تيرعيد كنت انا حاشا كنخرج غير ب 10 درهم ب 1000 فرانك ونهار كنفطر كي قبل ما نمشي عند صوفيا راه هي تقول لي راه كنت نخرج غير ب 20 ليره 10 ليره باش ناكل ونشرب وشنو علاقه هذاك حميد السربايه حميد السربايه والمختار ما كنعرفهمش اخويا انا كن... الله ما كنعرفهم شامي هذاك موضوع اخر لا ما يفهمش فيه بزاف نو ما يفهمش فيه بزاف ما يفهمش فيه ما يفهمش فيه هشام 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 بغيت نقول لك بحكم انك سمعتي هذا الاوديو هذا شنو اللي كتفهم فيه واش دري واش رضا تيجي بالدراري كيخلصهم ولا كيفاش هذاك الشيء ما نعاود لك انا وفن انت على الاوديو اللي عندنا هادوك يعني بزاف ديال الناس ما نقدرش نهضرهم عندي واحد انا هيك مشى مع 3000 درهم وعندي الفيديو عندي كلشي كيما نقدرش لانه داك الدري محافظ فانا ما نبغيش هو داك الدري وكنعرف زعما كيفاش نخبي الوجه وجسمه ونحطو ليكم شوف كيمشي مع الدراري هو كيخلصهم هو كيخلصهم ماشي هما كيخلصوا هو كيخلصهم فهمتوا؟ ايه راه سي صح هذا هو اللي فهمت من الفيديو انا يعني باللي هو ذاك الولد ما تفاهمش معاه على الثمن بغى يزرب عليه ولا ما نعرفت ما تفاهمش معاه ولكن شنو العلاقه ديال ذاك القواد اللي قال له عندي صحابي سواعده وكي قضيه مشتركه زعما هذوك جاوا سواعده وتقلبوا عليه حيت هذاك تيقود حتى السواعده كاينين دا الشبكات كيقودوا الدراري فهمتي فين ما خرجش واش بادر كيقول لي دابا هو بادر واش انت صحابك واش رملين ديال الدوار ديال بادر واش انت صحابك واش غير هي البنات اللي كي حتى الدراري اللي كي فيهم التجاره واش انت واش نصعبك انت راه كاين السواعده اللي كيبداو عليا هادشي هذا الشيء وباش نعطيك عاود ثاني واحد المعلومه اللي ما في بالك راه كاينين حتى حاجهك الرجال اللي مزوجين ما كنعممش كي حاجهك تيبي سعودي كيبي راجل اللي نعس ليه مع مرته ياك كيبي نعس ليه مع مرته وهو كيبقى غير تيشوف فيهم هادشي باش تكون تعرف باش تكون انت اللي عارف كيتسموه ما عرفتش جيك السميه تيسموها اخويا الله ما عرفتش اش يسموهم باش تكون عارف اللي باش كاين بزاف تقواد ترى ماشي غير في البنات راك بزاف تعجب بزاف ماشي غير شويه فهمت السيد هذا غير هو شكون لهالدرجة كذب بزاف اليوم قال لك هو كان تيدير في الإمارات أسيدي قال لك كان تيدير نسمعوا شنو قال في شوف تيفي قال لي كان تيدير البورصة قال لي كان تيدير البورصة قد يترأي عام ترفقنا وبناتي وصلوا الطاق مع رجالاتهم والله ترسوا لي الدريريات مهم شنوية انت اللي سبيتي هنا في القاست ما سبك سوا واحد وانا مازال ما انت ما بيناش وبينك حنا المهم هذا ماشي حاول معطوني الوقيته ديال فاش كنت تهضر هنا معروف انا فين كاين معروف انا الحمد لله ها هو وجهي حمار انا كتاب مفتوح اوبن خلاوا لونجلين انا كتاب اوبن مفتوح صفحه بيضاء اللي عليا شي حاجه يحطها بالدليل اما كاين اكثر من هاد الدلائل دابا اللي كتسمع هاد الدلائل اللي هو هشام المداح اللي كان وسط دارك شنو بغيتي اكثر؟ تفضل اخويا هشام جاوبوا هشام قالك بغا الدليل انا اللي عليا قلت ليك ملي غتعيط ليا الفرقه الوطنيه ولا تعيط ليا سميتو انا غنحط داكشي اللي عندي مرحبا انا ما بغيتش الفرقه الوطنيه تتصل بهشام انا ما بغيتش شي حاجه تتصلوا بهذا السيد انا رقمي انا باش نحط رقمي 07-03-07-11-73 اي بغاو يعيطوا ليا انا كنقول لك مرحبا والف مرحبا انا باش انا ناخذ احتياطاتي في القانون يحميوني لان هذاك السيد نهار هضرت انا قلت لكم راه قواد ناض هددني في وسط منداري ونهار قلتها لكم المخير فيهم ما سمعنيش المخير فيهم ما داهاش فيا تا
متفقين متفقين ولكن دابا حنا كايشان مداح حيت كانوا حاطين واحد الصوره عليك كتقلب على صحابك عكا تكذب جيبها فمك. لا 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 انا هاد قلت واحد الاوديو قلت على المكنسي قال لي انا كان هو هذا فوجه واحد ديما انت كنتي واحد انا شوف 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 لا باش نقول هذيك لا باش نقول حاجه كانت يدير اي حاجه كانت يدير كانت في خبر واحد دقيقة قلت هالي قلت لك عافاك أخويا بدر قلت لي راه قالوا لي الدراري بتقلبي قلت لك شوف أقسم لك بالله مادام دخلت بوجهي مكشوف أقسم لك بالله هي الحبس يا السبيطار هذه هي الهضرة تاع حنا إلا كان عندنا شي مسألة قانونية نوفل ولا الناس اللي معانا كتحملوها بغينا هاد السيد هذا نوقفوا على حده مفاجئ شنو عرفتي المعلومات منين جاي الناس كيطلعوا في اللايف اللي كيمرحوا قدام 10000 ديال الناس كيهضروا بوجههم والشكايات غادي كلهم غادي يتفاعلوا إن شاء الله ضربة وحدة وكاع الناس اللي دايرين شكايات وانت عرفتي دابا كلشي الناس اللي كانت خدامه معاك ضحايا ديالك منهم هشام المداح اللي ما غتكونش عندو عقوبه كبيره اللي هو من الضحايا اللي كنتي خدام بهم وكنتي كتستغلهم في النظافه وفي الطياب وكيطيبوا لك يديروا لك حنا هذا غير صغير حنا بغيناك انت وطيح شكون اللي معاك وشكون اللي كيحميك وشكون اللي كيدافع عليك وشكون اللي كيخليك الناس يشكيو بك وكيعطلو بزاف حتى من دنيا باطمه المغنيه الكبيره ديال المغرب الشكايه ديالها ما تفعلتش وتاخرت بزاف تاخرت بزاف واش مغنيه كبيره شاكيه بك تعطلت لها الشكوى ديالها ما عرفتش كيفاش هنا دابا غادي نفهموا قول لكم اخوتي اشنو بقى السيد راه في المغرب هذا هشام مداح مراكش بارك في دارو كيقول لك انا وي باعوني وشراوني انا أودنا انا جابوا الدريات لا, لا 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 الشعبي الشعبي حدك تم باش نهضروا في الواقع انا ما قوت ماشي انت هو هو قول هو اسمح لي انا كنت خدام فقط انا كنت غير خدام انت كنتي بحال شي خدامه خدام في هذيك الدار ديال النهار هو النهار جات ام زيد ونهار جات ام زيد يا بنتها لقاتني كنشقى ها هي تقول لك الله يمسخني نهار جات عليها وقالت لي انا ام زيد الشعبي الشعبي معنا ام زيد أم زيد منين دخلتي لهاد الدار هذه لقيتي شنو هاد السيد هذا شنو لقيتيه كيدير والله العظيم أقول الحق ولا شيء غير الحق والله ما نكذب قسما بالله عمرني ما سمعته يعني هذا كيدير هذا القاء لا أنا كنشوفه ديما عكي شقا كيطيب كيدير المسمن مزيان إذا أنا الشعبي إذا أنا الشعبي هنا الهضرة ديال الآخر باينة يعني الهضره اللي كاينه هضره هو البوطنوار هو اللي كان في هذيك الدار ديال القواده هو اللي عنده المعلومات كيعرف الدريات شكون جا وشكون جا معهم دابا هو اللي عنده كل شيء ماشي غير هو كاين عندنا حتى واحد من دوك الناس اللي هضروا في ابي جا واحد تواصل معنا كاين عندنا بنات اللي تباعوا ومن رجعوا للمغرب رجعوا لريال لجوج وخصهم يخلصوا شويه الامارات مشاو حاشاكم فسدوا وداروا وما خداو حتى ريال ومن جاوا للمغرب باش يجيو للمغرب خاصهم يحطوا واحد البركه ديال الفلوس باش يقدروا يرجعوا ياخذوا الباسبور ايماجين معايا دريت عندهم 19 عام اخوتي حنايا اليوم كنطلب من الرجال قبل النساء تقولوا حنا كنشوفوا ديما ديك الضحك ديالو داك الهبال ديالو داك المعيور ديالو باش عمر شي واحد ما دخلنا قلبنا حنا بالمعيور باش كنا كنضحكوا هيك عير زوين ولكن نسينا هذاك المعيور كيجرح ناس بزاف دريات كانوا غينتحروا طاطا هاله كانت غتموت السيدة خدت ميز دعاء نسينا احنا الناس اللي كانوا كيمرضوا بداك المعيور وحنا كنضحكوا جيبوا القاو السيلو وقيد عجبني معيوره ونسينا داك المعيور كيجرح بزاف الناس احنا بحال الحمير كنضحكوا كل حشومة علينا يا ربي تسمع علينا احنا ضحكنا بداك الوقت بالمعيور ديالو كنا كي الحمير من جينا شفنا الناس اللي تعايروا داك المعيور اللي اختي بدر اللي انا قال لك دلينا نشوفوا الكفته اللي جنب جبد عاوتاني من جنابه راه قال لك داير اللايف خلي ام زيد ام زيد ما عمرك تقولي احنا غنحلوا هذا الشيء اللي دار شوف تي في انا باش جيبوا لي اوديو بالذكاء الاصطناعي الله يا اخي الذكاء الاصطناعي واش اصوف نوفل واش هذا منيتو واش هذا الذكاء الاصطناعي باش اوديو الحمار رعينا ما نشرحوها للناس واش الذكاء الاصطناعي يا الخوت فيه دي فيديو فيهم الكلاكسون فيهم واش تحيه للذكاء الاصطناعي بعدا ولا تيعرف باب مراكش نوفل تحيه للذكاء الاصطناعي اخوتي العزاز الناس اللي معنا لتحت ولا كيعرف باب مراكش الذكاء الاصطناعي ولا تيقول ويلي يا اختي الذكاء الاصطناعي ولا تيعرف 1500 درهم الذكاء الاصطناعي تيعرف 3000 درهم
الذكاء الاصطناعي كيبدل بدر بدر عاوتاني ما تنخبي عليك والو، صيفط لي غير شي كوكو حيت ما بقى عندي والو كوكو في الواتساب باش نصيفط لك شي حاجه دابا جاتني سربي ما عنديش انا قدامك وانا كنقول لك يا الله وانا كنقول لك نصيفط كتب لي كتب لي هشام 033 اش غادي نكتب لك انا راه ما عقلتش عاقل 0703 انا بارطاجي لك انا بارطاجي لي النمره ديالو بارطاجي لي النمره. المهم قلتي الذكاء الاصطناعي نكملوا معاه هادشي الذكاء الاصطناعي واش انت عرفتي راسك شنو درتي ولا شنو واش انت كل قلتي لنا ريحه وانا ما ناخذ معك شي درهم تدرهم من ناخذ من عندك انت زربتي عليا ما فهمتش والو واش فهمتيني دابا راه كنهضر معاك اخوك الصغير كولدك كصاحبك اخويا الصغير اخويا الصغير كنت كذبتيني قدام هذوك الناس اللي كيسمعوا وراه كاع الوقت هادشي الذكاء الاصطناعي موطر دايزين ونوفل ولا الناس اللي معنا الذكاء الاصطناعي ولا موطر دايزين والكلاكسون ديال الطوموبيل فاضل حاول التواصل مع الشاب الدح بالزربه باسكو كيديروا نجيو دابا وداك الشيء حاولوا دغيا النمره فاضل تجلي لي شمن النمره شمن النمره صيفطها له وقولها له كتقولها في اللايف كون خويا شويه خفيف شمن النمره السيد قالك تواصل معاك كيعدوه دابا تواصل مع دوفين رجع ما جانيش تهديد سبحان الله العظيم جاتني خدمه سبحان الله هشام دابا ها هو كتبوا له هشام الله يسهل عليك اخويا بغيتك تجلس معايا وطيب ليا وتجمع ليا وتعيش معايا وندير لك الشهريه اقسم بالله انا ساكنه فعلا الى بغيتي مرحبا بك. المهم هذا شي واحد بغى يتواصل مع هشام بغى يخدم هذا هو هذا واش على هشام في هذا الشيء في الدين لا ما في وانا لا لا واش الله سبحان الله العظيم عامين وانا تنطلب الخدمه ما جات الخدمه اه ها 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 وصفتوا لك بالرقم بكل شيء ماشي تقول لي حيدت الرقم شحال وانتم هشام عاد بالكم اليوم يجي يجلس معكم ويخدم معكم ترجع هشام ما بقى عندنا باش نهضروا هشام سمعوا نسمعوا اخوتي نسمعوا مزيان اش قال هنا في شوف تي في حنا غنرياكتيو على هادشي اللي قال في شوف تي في سمعوا ديروا لي هكا وهكا علاش هادشي انا دابا 3 سنين باش خويت الامارات علاش ما حطيتوش شحال هادي حيت سيدي ما عمر نط عليك ضجه بحال هذه هذا هو عمر نط عليك ضجه عمر نط عليك ضجه بحال هذه كون نط عليك ديجا ضجه بحال هذه كان يقدر يوقع بحال البلانات ما لقيتيش الرجال اللي يوقفوا لك في طريقك لحقاش ماشي اي واحد تسب لامه ماشي اي واحد تقول عليه انفصالي هذا علاش ثاني حاجه غنعاودوا نسمعوا لي زوديو ونسمعوا شمن في بركه شمن في بركة هنا 50 كاين امامي اللي بغيتي اختي كاين عندي والبنات زوينات شنو بغيتي الرق الغلب اللي بغيتي كاين دابا التصويره ديال البنات حيت جوج خارجين ولكن انا غنصيفط لك التصاورهم الى بغيتي وحده فيهم نصيفط لك حتى الاولى شنو قال لك امير الظلام قال لك هادو يخدموا ماركا بلغت ناس الامارات ممكن انا وفلت عاود توريه المحادثه اللي دارت بيناتكم بغيت تصعبوا مع نوفل ولكن نوفل ما عطاكمش وقت حيت الحمد لله احنا ما كنحسوا ما والو سمع انفصالي اي انفصالي راه قديمه هذه اللي صحابكم شوفوا ها قال لك انفصالي نوفل نوفل هذاك خينا اللي قال لك تيقول لهم نوفل ما عمرو اتصل بك ولا عمرو تواصل معك حاول تحط لنا خويا هذيك المحادثه ديال امير الضر الوسخ ديال اللي داير راسو امير منين هو عبلطيف الفرجاوي واش القحبه ديال الظلام هذيك ها هي موسخه هي واو رقمها نوريه ولا يمشي اللايف وري ما تخممش وري لا على ود اللايف هاني ديزا واش شوف كيفاش مكوزه انا مالها هي مكوزه مالها القحبه هذا انت ولا ماشي انت هذا انت ولا ماشي انت هذا اخو القحاب هذا انت ولا ماشي انت يا حوي امو ها الفرشه شوف هو اللي بدا معايا ولا كيعيط لي قلت ليه وين سكي جاوب ضروري انتما هو اللي بدا معايا شوف تيهضروا يا خويا مسيكي قال لي جاوبي ضروري ها كيعيط لي ما كنعطيهش وقت لانه ما عنديش الوقت انا البوزبال
سي با مون نيفو هذا ماشي النيفو ديالي ها انت ماشي طاري نرجع مازال فايق بات لي حد مازال فايق الفوق رجع 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 زيد قرا شويه زيد تكون سالي مازال فايق ما فايق شوف ديما كاعيت ليها فايق فايق هادشي كامل باش كيصيفط ليا الناس كيقول لي شوه ودير كتقول لي سير تقود اصاحبي انت يعني شوف شغي جاوبك هاد النمره كتكتبي علينا عيط ندير ابل والله خويا لا بلوكيتو تسنى نشوف دي بلوكي عيط الناس تاكدوا اجاوب اجاوب جاوب اسكت تلفوني تلفوني لي تليفون في الله ياودو القحبه الزامل باش تلوح ليا حسن الله حرق امك حسن جي حسن هو باه حسن 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 سير الزامل سير صافي قطع تاكد متاكد امك حبا غنحوي لك امك في قبرها سير ياود القحبه كنتي قدامي شباب ديال المكرا طروشه اللوبيا كنتي كتعيط ياود القحبه باغي دير معايا سكس في الكاميرا ما بغيتش ويلي 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 باش نحط في الكاميرا سير ويلي 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 الزامل بوك نوصل معاك فين ما بغيتي الله ينعل الاصل ضمك ويلي 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 الكاميرا يا الزامل سير ياود القحبه كتعيط معاك حداك يمسح حداك الشانو صلينا على امك الوالدين الزامل ويلي 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 والله يا اخوتي اللي كيعيط ليا بعدا بلوكيتي بلوكيتي بلوكي باش ما يحيدش باش ما يمسحش باش ما يمسحش عندك يمسح اسكريني اسكريني المحادثه هذا الشيء راه قديم كان كيعيط ليا اخويا مع الثلاثه ديالي باش يكفت معايا الله ينعم الكاري بدر فان كاري الله 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 على فرشه فان كاري المصداقية صاحب الناس كداتش الله الله هو هو نوفل نوفل المصداقية عدو ديريكش نوفل عيق الله على فرشا بابا حق لو بركي هجم سليماني دي في صوفيا الطالوني قولي هو يا بابا ما كان سمعوك صوفيا صوفيا ما كان سمعوكش ما كان سمعوكش إذا تليفون دير ميوت دير ميوت دير ميوت انت الجوكر راح حلقك ما ندير واحد القضية بغيت نقلدو واحد اللعيبة كيفاش نتوما تجيبو مصدر مع الطالوني وتحاربونا حنا كيفاش نتوما طالوني تقيدكم تخدمكم الله يا اخا بابا على فرشا ما خلا ما قال لي في مولينيكس قلت لي انا ما غاديش نوض نبقى نعاير فيه شوف شو قال لي في مولينيكس شوف ها هي عاود تاني في مولينيكس اخو مولينيكس سمعي بارطاجي مولينيكس شوف ما عطناش الليل اوروبا غادي نشدو باش عرفتو كلب ملي دار السما هضرش واش شكرا ملي تعطي يا ولد القحبه كاين كاين الحس ليا كاباين مرتو ديال المغرب كاين كاين الحس ليا كابو القحبه عاد كاين كيعيط ليا بالليل كيبقى يدير معايا سوكولوكو طيحت لهم لايف بالسينيال تما النكاح بنجاح انا صليت لك فروم يوز انا كل يوم مي باك ان ذيس جاوب ارجو نوريك الجوكر ها هو عيط لي الجوكر النمره اخرى هاي النمره اخرى شوف وهنا هذا هو اللحيه هذا هو اللحيه اللي كان يعاير فيها والبارح يلا واش انا مساليا متعاير مع مولينيكس ولا قبو الريع دارت لي تحديد السرعه موسخ يا اخي انا ما بغيتش نقول لك عمرك تحديد السرعه شوف اخويا كنت كنكفت معاك كتصورني غنحطهم انا ها اللي غتصور مني انا تنقولها انا مون بليزير سي دورمي افيك لي زوم باينه انا راه ماشي راجل باش نسمع العيالات ولكن اللي فرونسي ديالي صورني فيديو غنحطو الله ينعس الزمل بوك ندير واحد القيطه انا وفلا ندير واحد القيطه واش هذا النكاح دار ليه النكاح بيناجي وفيصل دقيقه نوفل هذه هي اللقطه اللي درتي عرفتي هذه اللقطه اللي درتي ديريها 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 وبزاف جوكر ماني كيعبروا ليا على الوالي شدوا لي الجندارم على الوراق ما لقاوش عندي وطالبين ليا 300 درهم ياك ايوا شداك العدو ما ولد القحبه يا اللي طرات لك اش داك العدو يا ولد القاعه المتنا غينا 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 دير لايك بواحد غير دوفو ديفوني ديفوني راه غدا غنتخلص مع الكناس المطيق معاد 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 جيو عندك انا لا عندك انا لوفل
انا تندير في الصباح خدمتي لا عندك شي حاجه وسرتي لي الله يفضحك جيت ابونا الدراري الله يحفظك اخويا الله يحفظك انا ديال الكوطره مع المكراس الا ما طلعتش معها ما نطلعش غنجيك من الاخر مرحبا بك اخويا العزيز مرحبا بك واحد شوف انا والله ما تنبغي نفضح راه بنادم علاش ما تبغيش نهضر على هاد العلاقات ديال الكاميرا وهذا الشيء حيت انا كنحتاج لامور انا كنحتاج للسكس فإلا جيت فرش هاد الظلام فرش فلان فرش فلان شو حد بغي نسمع هيا هيا غدا 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 هو كان قال لي يا صاحبي والله ما كان بغي نهضر عليه غدا غدا غادي نعطيكم دابا باش نقول لكم باش ما بغي نقول لكم الكور بغي نقول لكم ما تبقاش تجرح في الناس حيت ما غتبقاش عندها علاقات كل شيء يخاف منها فهمتي اش خويا انا ما كنبغيش نفضح مثلا انت يا الشعبي لو اتشي انت شنو اه عندك تما كل بارود لا لا الشعبي خاطي هذا الصوالح لا خاطي والله عمري ما دويت مع بحال انا نتحدي لقى انا مرتي لعند بدر 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 الشكر هذا عمره ما دوى معايا نصحك هشام بدر صوفيا صوفيا دقيقه بدر واحد دقيقه دخل خويا انت يا دخل ندخل اخويا دخل ايوب لوبو كورة احلى لوبو انا ما عينيش على الشعبي لا 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 شو والله صفتلك بدر صفتلك الشعبي الشعبي صفتلك بدر جديد دابا من هشام ها هو نسم نوريكم الكتابة نوريكم الكتابة الشعبي عنده ايفون جديد عرفوا انا اللي شريته ليه نوب لانينا اخرى انت تيري في بواحد تحمق نعنا ما عنديش دي عندي قديم عندي قديم ودابا انا عندي انا عندي نوفل نوفل عندي السايز انا ما عندك ما تقول شو لا لا قرا شي واحد دابا تيهدد هشام سمعوا شوف القوات غتنسمعوا في اللايف على الفيديوهات اللي بغيتي تحطهم وعارفينك دابا فين مريح حنا غدا للدار اللي فيها وغادي نوريو لامك وغادي نديرو الاسود خرج على امك على حياة الحياة ديالك اش بان لك هادشي الشعبي يبان لي هذا هشام مدح نعاود نقولها له ما عندك فين ترجع ما عندك فين ترجع ما عندك فين ترجع باسكو بديتي حنايا رابحين اقسم بالله رابحين رابحين بشكايه ديال الناس رابحين بالزوج ديال ام زيد اللي هو شرطي في الامارات رابحين بام زيد رابحين بطاطا هذا رابحين بالاوديو رابحين بالاوديو اللي عندنا رابحين بالمغاربه اللي معانا في اللايف وصلوا صوتنا كندوي دابا غير على الشكايات الدراري باش تكونوا فاهمين كنهضر على الناس اللي فهمتي اللي شكاو فريمو شكاو هو واحد الدري لوبيا صاحبي الروح الروح في طنجة الله يعمرها دار وهذا النيت خدام في الجمعيه ديال السيده هو ديجا كيعطي الدواء لهذاك السيد قال لي اخر ما كاين ولد جابوني كيجي من طنجه كاري روج كيجمع الدراري في ابارتمون جهه النجمه في الصحراء اسما الصحراء اسما افتر كيجيبوا الدراري صغارين 16 17 عام كوارث شحال ما بقى ندخل ديك ابارتمون نعمل فيديو قسم بالله الدري قسما بالله روح روح صاحبي هذا ما يكذبش عليا والله ما انا باش نقولك في اللايف شي حاجه هكذا شي تصويره شي حاجه بدر 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 طلع لي واحد الكلمه ودير لي يعطيوني كلمه لك كل كلمه الشعبي انا دابا بغيت نوجه النداء ديالي انا كمواحد المواطن بسيط كنعيش في الجاليه الاوروبيه المغربيه في اوروبا بغيت نعرف غير دابا اشنو بقى باش السلطات تحرك شنو بغيتو نجيبو خشي فيه شي واحد ونديرو ولا شنو ما فهمتش شنو بقى هنا لحد الان احنا عندنا ثقتنا كبيره في الشرطه المغربيه في كل شيء كنثقوا ما كنطيحوش بهم سي فري كاين بعض المفسدين اللي قالتهم طاطا هاله على اللسان ديال البارع وقالت كاين شي وحدين عندهم الاسماء ديالهم كنتمنى تخرجوا وتقولوا شكون هما اشنو باقي شنو بقيتو بغيتو باش تدخلوا باش تدخلوا للدار شنو باقي خصكم جبنا لكم لي زابيل مع الدراري اللي باقيين شباب تيبيعوا ريوسهم لهادو عاونناهم في التحريات حنا جبنا لكم كيفاش كيتشاووا وكيبيعوا ريوسهم 1500 درهم وانت شحال كتنعس انت بشحال كتجي ما السعودي شحال كيعطيك السعودي كان بغيت نصرف عليه 1000 درهم وانا نحيد له جبنا لكم هادشي جبنا لكم هشام مدح اللي كان عايش عنده في الدار
كان عايش عنده كيصبن وكيسيقلو وكيستغلوه وكيشوف كل شيء على عينيه وكيعرف اسماء ديال الدريات اللي كانوا تما واللي طرح له الستاتيه البيضاويه كيعرف كل شيء. جبنا لكم ابيل ديال واحد كيهضر مع واحد القوه اخرى باش يعطيها دريات اخرى كيقول لها الخلفي والامامي كتعطي اللور وكتعطي القدام الدارجه اللي باغي تحرفوا هذا الكلام تردوا ديالكم كتعطي اللور كتعطي القدام واحد دقيقه واحد غليظه وضريفين وما كيديروا والو زعما ما كيسكروش وكيرونوها ما غيخرقوا والو. هذا الشيء اللي عطيناكم حنا ما كنقولوش كتشي بالنوامر بالناس. واليوم الحمد لله على داك الشيء اللي كنتي كتشككنا فيه طلع هشام مدح واكدوا وطلع طالوني قال لك انا صايب داك الفيديو وطلع وطلع وطلع. يعني هنا شنو خصنا السلطات طلبوا منا شنو خصنا نجيبوا لكم حيت حنا باش قلنا دفعوا شكايات وانا الفيديو الشعبي هذه حنا باش قلنا ديكلاريو حنا ما عندناش غنديكلاريو ديكلاراو الناس. ام زيد قال لها انسانه لا حرج لها وشات كتنعس مع مول البيانو ومع الدي جي ومع الدي جي طلع راجلها في لايف عندنا وصيفطنا اوديو وقال لك انا ومرتي 15 عام ديال الزواج وما جيت حتى شي واحد يخلطنا وما جيت حتى شي واحد يخلودنا ومن الاول ما كنتش حامل هذا الراجل ومرتي دافعت عليه ودخلته لداري. انا كنطلب اشنو باقين قدروا تقولوا لنا اشنو خصكم عاوتاني باش تدخلوا باش تفتحوا تحقيق ولكن احنا مذنبين احنا مستعدين للمحاسبه بالسجن بالغرامه باللي كان درنا اخطاء قدروا نديروا اخطاء حنا كنهضروا في اللايفات نتحاسبوا عليهم نتعاقبوا عليهم ممكن نديروا اخطاء ولكن النشر علاش حنا نشرنا في اللايفات وفي الفيديوهات حيت ما عندناش علاقه بالموضوع حنا غير كنساعدوا الناس اللي عندهم علاقه بالموضوع وخايفين كهشام مدع كبزاف ديال النساء اللي خايفين حيت حنا ما عندناش علاقه بالموضوع قلنا واحد وانت علاش كتهضر وسير شكي ماشي انا اللي كان كيقودني اشري كيقود الناس جاوا التريفي خايفين بدينا كنشجعوهم يوم ورا يوم بداو كيزعموا اللي كيعيط يقول حيدنا صوتي اللي بدا يزعم ديريكت اللي في شاشكا هشام مدع طلع اليوم اللي كان عايش في هذيك الدار اللي كتبارس فيها القوى هذا وداك الشيء الدراري اللي عرفنا منهم واحد اللي كان كيهضر معاهم وكيقولوا شحال غتعطيني الساعه اللي كيعطيني 3000 درهم وحنا غاديين. المهم وصلنا بزاف الامور حتى الدري يا خي الشعبي الدري اخوتي اللي كاين في لابيل تواصلات معايا وحده من العائله ديالهم وقالت لي كويس تيقلو باه الخبار نوفل قالت لي يقتلو باه ما سيقلوش الخبر قالت لي عرفتي باه كويس سيقل الخبار ما تعرفات عليه واتصلت بيا وسمحي لي اختي الا جلست هاد الهضره مي انا عارفك راكي في اللايف دابا تعرفوا عليه والمراه عرفتي كتل عاده نوفل كتقول كويلي اش داه لهاد الشيء علاش هاد الشيء سي نورمال حيت استغلال هذا استغلال دري صغير مسكين الله كبر عنده 19 عام خدمه ما كايناش كيصدع بو على 50 درهم باغي تكيف باغي يدير كيجي هو كيستغلوا هاد الناس غتبقى مريح في راسك طلب على جوال اجي ندير لك اجي نعطيك فهمتي اجي نقول لك حنا خدمه الامن اليوم درنا فيها 80% 80% اللي درنا ديال خدمه الامن درناها حنايا عاوناكم وساعدناكم اللي غتشوف التحقيق وتقلبوا على هشام وديروا تحقيق اخر وتقلبوا على الاصوات وتقلبوا على النوامر حنا ك البلاد ديالنا كنموتوا عليها وكنحميوها وكنناضلوا من اجلها درنا 70% ديال الخدمه بجمعيات وجبنا النوامر وجبنا الاوكار ديال الدعاره وجبنا الناس اللي كيمارسوا وجبنا السيد اللي كان كيدير الميناج وكينقي تما وجبنا لكم كل شيء حيدنا لكم رجال الشرطه وحنا فرحانين كنعاونوكم ونخدموا معكم جبنا لكم 70% ديال الخدمه اللي ما غتصدعوش معاكم غادي دير الو اش هاد الشيء كيقولوا جيب لي هاد المثليين شكون هما ثلاثه اربعه دخلوا للجيو الاجي الشريف هذا الابيل شكون لا انا رضا شكون رضا رضا وتشيروا اش كيدير لك كيجينا الدار شكون هادو قال كيجيب هذا شكون هذا اجي هذا ما تبداوش به هو الاول حيت هو خيا كل يدير اللي دار ما غاديش يقر واخا تقتلوه ما غاديش يقر خاصكم تبداو بهذاك الشباب وتبدا غادي التحقيق وحده 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 شكون كيجيبكم شكون كيجيب لكم كيجيب لنا خمسه الناس كيجيب لنا مولا الصاد حنا كنجيو كنتخلصوا كنمشيو غتبداو بدوك الشباب يعاونوكم وانتم غاديين 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 ساهله حيت حنا عطيناكم لاباز كامله عطيناها لكم عطيناكم الصح عطيناكم الناس هشام بدا شو عنده المراكش هزوه تسمعوا معاه تهضروا معاه كيخدم في هذيك الدار كيدير الميناج وعنده معلومات كامله وكيعرف النساء وعنده تليفون عنده تليفون اللي فيه حقائق ودلائل وعنده امور اللي كثيره اش كتسناو اش كتسناو تنشدوه وندخلوه البيت ونشدوه واحد حطوه في واحد ونجيبوا لكم بحال ما هكا ونحطوه قدامكم مثاليه واحد ضربوه في واحد ونقول لهم خرجوا منكم ها هو
هادشي اللي بقى. اما كلشي جا بقى نشدو فيكم الشعبي. شعبي واحد النقطة بلاتي شعبي واحد النقطة جوكر الشعبي بغيت لا بغيت نوجه لكم هذا السؤال بثلاثة الشعبي جوكر بدر مرحبا دابا اشنو كتشوف الفرق بين القضية اللي كانت والطفرة اللي كانت ديال حمزة مون بيبي وبين هاد القضية ما كنت انا تنشوف هذا دابا ما كاين فيها حتى شي فرق المأيور ديال الناس سب ديال الناس تشهير بالناس الدمار استدراج الشباب واغرائهم يغري الشباب ويستدرج واد كنشوف انا ما كاين حتى شي فرق ولا لا ميم شوز لا ميم شوز بنات بلادي كيتباعوا كيتشراو انا جوك تفضل اخويا تفضل واحد دقيقه اولا السؤال اللي كيطرح نفسه اللي بغيت نسمع منكم شكون اللي كيحمي ولد الشينويه وشكون اللي موفر ليها الدار الحاصين اللي كيعطل وفي السيروره ديال الشكايات ديال المغاربه حنا كنعرفوا اي واحد يصوني عليك بلوكي ما تخافش يا هشام ما تخافش ما عندكش علاش تخاف ها انت راه 8000 الناس كلها ضد معاك صاحبي مناش غتخاف كمل الجوكر حنا الحمد لله كيف ما كتشوفوا كيقول لك المتهم بريء حتى تثبت ادانته هذا هو المبدا اللي كتعامل به السلطه القضائيه ياك الادانه مثبوته والتهمه مثبوته حنا كنطالبوا بتحقيق وتفتح ملف في هذه القضيه حيت هاد الناس ملي حلينا معاهم ملف هذه القضيه بداو كيشهروا بينا بداو كيهدونا بما لعن الدخول للتراب الوطني بانهم غيصيفطوا لنا ناس يضربونا وفعلوا لنا كيف ما كيديروا مع الضحايا اللي كيطلعوا جست يفيدونا ويعزوا كلامنا بالمعلومات وبالمآسي اللي طرات لهم يعني راه كفانا سكوتنا هاد الناس هادو كل ما كتسكتوا عليهم كل ما كيأذوا واحدين اخرين تأذات مسكينه دنيا باطمه الله يطلق سراحها من هاد الصاد وتأذوا بزاف الناس اللي نتوما عارفينهم اللي ايماجين الناس خايفه غير باش تهضر تالينا الحق ديال دابا انت عندك اختك وقاس هاد الناس هاد العائله دات لها شرافه وحقها هكا تستغلوها ما غتسكت ياك وتخيلتي هذيك المغربيه طريك ان اختك خاصك انت تبارطاجي وتدوز وتمشي دير فيديوهات راه المغربيه ديالنا كاملين وهذوك خوتاتنا كاملين هاد السيد راه ايماجين قداش وصل به الحقاره ولا كيبلي الدراري وكيستدرجهم بالبلي ديالهم باش يمارس معاهم الفحشاء عدونا في تراجم راكم سمعتوا كيتاوى معاهم لدرجه انك يستحقر فيه قال لي انت من راسك رجيك ما ساوي 1500 درهم فهموها مزيان فهموها مزيان هذه غير اللي بانت وما خافيه كان اعظم حنا بغينا محاسبه حيت ملي غيتحل ملف ورضينا قضية رائعة باش تكون نزاهه في المحاسبه حيت كما سمعتي الناس كتحط شيكا وكتبقى مهزوزه وانت هو المغرب اللي كنعرفو 2024 ها وانت هو المغرب اللي كيقول لنا سيدنا كفانا فساد وندويو على حقكم ندويو نوليو نتعرضوا بالتهديد من عند اناس مثليين ما كيمثلوا لا الله للمواطن المغربي انا مواطن مغربي وكنتحلى بالصفات وفي المغاربه كيحاربوا المواطنين الاحرار وكيحصنوا بحال هاد الانواع هادو اللي كيتهضروا بالبشر وجوج كلمات نتحداكم تهبطوا للبلاد بحال اللي هو بلادنا هذه يكون مغرب مغربنا ما يمكنلكش انت فضائحك بالجمله منين بدينا معاك هادشي وحلينا معاك هاد القوس هذا لقينا غير الفضايح لقينا غير الشوه لقينا الدعاره لقينا الفساد لقينا القواده لقينا الشعوذه لقينا السب والقذف بنات بلادي لقينا كانك كتاوى مع حمزه مومبيبي واوديويات ديالك كتاوى معاه باش تطلع على شين يوتيوب ديالك وداكشي وشهرني عافاك شكون هذا ولد الشينويه في ملك الله شكون هاد الشينويه في ملك الله اللي ما تا واحد ما وقف له ولا وقفوا على حده بغينا نفهموا شكون اللي حتى هذا السؤال غيطرح نفسه ملي تشوف الشكايات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا والو والو منين يخرج اوديو اللي كنسمعوا فيه بنادم كيتاوى مع واحد راه حنا كنفهموا ما تقوليش غتقلب الهضره راه من غير المكلخ اللي ما غيفهمش المكلخ هو اللي ما غيفهمش وهذاك اللي كتقول عليه صاحبي شوف الكلاخ 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 المبين تيقولك اوديو موف براك كذا الفيديوهات اللي وصلوا للعالميه ناجح بالطوندونس اللي كتنشاد تنشدو نهار على نهار باش كنتي كتطوندونس من غير السبانت الوالدين والمعيار ديال العيالات وتدير المراه المغربيه كونسيبت وفقره المعاطيه او انت رديتي المعاطيه فقره
رديتي السبان والمعيار، ولكن شكوى الله لهاد الناس اللي كانوا خضوا هذا. نقولك واحد الحاجه مكناسي بخبرك، هذوكم الشهرات ديال تيك توك وديال انستغرام كلهم كيتحكم فيهم، لدرجه انهم هذوك اللي جاو داروا عندي السنان وداك الشيء مشى كيهددهم قال لهم تحيدوا الفيديوهات، وحيدوا الفيديوهات وكيسمعوا كلامه كيخافوا منه. علاش؟ الله اعلم. واش شد عليهم شي حاجه؟ الله اعلم. علاش كيخافوا منه؟ الله اعلم. راه كيسمعوا ليه كلامه بحال الكلبات، قال لهم راه كيزيدوا، قال لهم الشيء كيوقفوا. علاش؟ الله اعلم. وتيقولوا لي راه ما تيحاربكش. انا نهار ناضوا ليا جروب، هو كروفيتا القواده ساريكول كلهم ناضوا ليا طبقه مولينكس، تيقولوا لك لقيته بوحدو تحاميتو عليه. حنا اللي تحامينا على شواف، على سحار، على قواد، على اللي كيبيع بنات الناس، مش على واحد خدام. راه ما تعاونوا على واحد خدام. انا تحداهم، شوفوا انا خلي خدمتيني كما نتحداكم تجيبوا لي انني كنقود ولا انني كنبيع شريف زكي. انا اللي بغى فابور مرحبا، فلوس لا فابور. تعالي يلا درتهم اليوم، ما فيا السيده، انا ماشي بحالو. غنقول لكم اللي كاين والله تنوري لكم اليوم. ها انا ما تخافوش مني، السيده ما كايناش، انا ماشي بحالو، ما كنعطيش فلوس. انا درت ليش على راسي. الو قود نتيا تعيطوا لي يا زبي، كنتو خصك تعيطوا ليا، عيطي ليا في الواتساب، ما كي كتعيطي ليا اتصال اويلي، عيطي ليا في الواتساب راه دايره اللايف. خرا او بدر، فينك يا بدر؟ حنا نتعشاو دغمات بغيتي. او بدر بلاش نقول واحد الحاجه، اسمعني والله دوي شي واحد يدوي. هادو اللي جبتي دابا دايرين حزبهم الصباح وما كقردوا في قناه، طيحت لهم لايف كانوا مجموعين عندهم، حنا ما بغيناش نشهرهم. بلاكس ولا ظهرهم كرو في البروكسل، كتقود ديك فايزه ما بغاش تقود ليها، تخاصمت معاها نهار مشيت مع عندها، انا كانت باغا تقودني. موسخه دي كولاس، واش انا غادي تقارني مع هذيك؟ واحد قواد ني با لا موسخ معفون مدلول، واش تقول لي انا في الطبقه هادو؟ انا نطلقوا في زنقه تفلع على امو. دابا بوسوليا يدي انا هنا في تركيا. دابا البلانو ما فيه، البلانو ما فيه الشعبي، حيت بزاف الناس انا بغيت الضحايا، الضحايا ديال حنا كنعشوا الله يساكت. مشيتي كنهضر ابيل وخليتي الله يبقى خاصنا. علاش ابيل؟ سيتي ايرجون هاد لابيل. اسكو يقدروا الضحايا؟ اوكي، اسكو الضحايا يقدروا يصونيو علينا من بعد؟ ماشي دابا، بلجيكا اكبر قواده تمايا، كلشي كيهضر عليها. الضحايا ديال طريضه واش يقدروا يصوني؟ انا بغيت غير نعرف اخوتي هاد تضرك الشمس بالغربال اللي كاين، بغيت نفهمو هطريضه هذا دابا اللي الناس كلها نايضه تدافع عليه، الناس اللي كدير عليه. البارح مثلا كانوا بزاف الناس عيطوا وتبدلوا الصوت، فتقدر تكون واحد ليميسيون اللي طالبين مني الناس المتضرره، الناس المتضرره باغين يسمعوا صوتكم، باغين يسمعوا، باغين يعرفوا اش كاين. واش تقدروا ديروا هاد القضيه ولا ما تقدروش؟ كما كتعيطوا ليا غتكون واحد ليميسيون تعيطوا. كاين ولا ما كايناش انا وفل؟ ماشي غير في اللايف، ماشي غير في اللايف تعيطوا، نعيطوا ليميسيون اللي كاينه ايميسيون قريبه الدار الضحايا، ولكن نتمنى ديك ليميسيون تكون نزيهة ودوز الناس كامله. عجبنا بزاف، ما يمكنش لحقاش هاد السيد هذا. انا راه اللي ضحكني هو الانترفيو، قال لهم انا الكريبتو، قال لك كيدير هو مشى بعيد، مشى بعيد كريبتو كاع. او خصنا نوقفوا هاد السيد على حدو، والله المغاربه الا خصكم توقفوا على حدو بالله، لان طغى وطغى وطغى بزاف. نعم هشام، الا كنت بغيتي نهبط يطلع شي واحد نهبط.
لا غير ارتاح، مني غنبغي كاز ترى غنبط. فما تنطلب من الناس كاملة، انا بغيتها تولي قضية، راه ديجا راه تحرك، راه تزعزعت شوية السوشيال ميديا بهذا الموضوع يا صوفيا. يا كنوفل زعزع بدر صفحات مستاهل بدر. نعم ام زيد، هضروا مع هشام، هضروا مع هشام في جعبته الكثير. الاخت اللي كتبت لي عندك الف وجه شحال هضرتي في صوفيا يا اختي، كنت مخلص باش نهضر. سامحه انا هشام، سامحه. لا مخلص، لا مخلص باش هضرت عليها. خلص باش هضرت عليها، الله يسامح. ولا وقفتي على الفلوس انا موجوده، انا ما نساش الخسر ديالك. الناس ثانك يو إلام. إلام صيفطات لك كنوفل. صح انت لا إلام انت صدمتني. انا اختي مسكينه حتى هي مشيت عند الملكه تهلات فيا وهي سولوها واش شفت مني شي عيب. شوف كل واحد كنعاملوه بالمستوى ديالو. انا الا مشيت هضرت على الهام ولا شنو درت مع الهام، راه انا ولد الحرام. راه كل واحد خصك تحترمو، كل واحد تمشي مع النيفو ديالو. انا دابا الا مشيت الامريكان اكيد غنمشي نتلاقى بالهام، ولكن الا مشيت لبلجيكا فين ما كانت كروفيتا خصني نتفاداها. علاش؟ مع مشتك مع شبهتك، اللهم زامل ولا قواده. انا ما نقدرش نتلاقى مع دوك المكارم اكس. عاودي شوفي، حنا نوفل دابا، شوف حنا راه هما بزاف الناس اللي باغيين يدخلوا في الموضوع باش حنا نهربوا على الموضوع ديال الرضا. ما عرفتش علاش هاد الناس كلهم بغاو يدخلوا راسهم. واش حيت راه شوفوا كلشي هز بوكيتو وكيسيرفي، باغي يسيرفي، ولكن كنتو تهزوا بوكيتكم وتسيرفيو بالعقل وبالحق. بالحق بغا يشتتونا على التوجه ديالنا، راه ما نشتتوش. فوالا حنا ما تيهمني انا حتى شي واحد اللي بغى يسبني راه والله لا رضينا على شي واحد، والله لا رضينا على شي واحد. حنا الهدف ديالنا هو هاد السيد اللي طغى جوج هضرات. انا هو هذا بداك الطريقه ديال انا صيفط مورو للحبس، انا صيفط غيت القايده للحبس، واي واحد يهضر معايا صيفط للحبس. هبطوا البلاد، هبط للمغرب. الله نهار نقاد وراقيا ان شاء الله، اول حاجه غندير غنهبط هذيك بلادي وهذاك مغربي، وتا واحد ما غيحيدوا لي. سمعتيني؟ حتى واحد ما يقدر يحيد. العفو عاد غادي نجي. انت مشكلتك ما انا انا في خبرك والله مازال ما فاهم مشكلتك انت. المهم هشام ما عنديش مشكله مع الدول. ركزوا لي مع هشام في جعبته الكثير. هشام حبيبي انا مزاوك، رجع معايا شويه اللور، رجع معايا واحد شويه اللور. مرحبا. وشوف لي داك المسمن وديك الدار شحال كانت تيكون فيها كوكوط وحده كانت تدور ياك هشام. ماشي الكوكوت وحده، كوكوت كبيره دوك الكبارات. عاودنا شكون كان، شنو كان تيوقع، ودوك البنات شنو كانوا تيقولوا لك؟ عاودنا. واش دوك البنات كان معدي عليهم ما كيحبسوهم؟ اول حاجه بعد البنات ما كانوش كيدعوا معايا باش ما نكذبوا على الحرام، باش ما نجي نطلع للموجه ولا شي حاجه. ما كانوش حتى شي نهار. عاود لي انا بغيت نسمع. من نهار جيت هو محرض عليهم، ما يدوي معايا حتى شي وحده. هاد نتسخر نجيب لهم الكارو، نجيب الكارو وداك شي يقولوا لقبيلته. هما مساكن عايشين تما الاكثر غير بديك باندومي. يعني منعوا عليا نهضر في شي حاجه، منعوا عليا ندخل في شي حاجه. بصح فاش كنت كنجي حتى انا كان كلشي كيدخل للغرفه وما كيبان لينا حتى حد قدام. منعوا عليا انا البنات يشوفوني ولا نشوفهم. كندخل لهم لبيتهم حاشا، كنهز الكيلوطات، تنهز الحوايج، تنلحهم في الماكينه نصبنهم ونديهم للباركون نشرهم. هذا الشيء هو اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجه. نقول لك البنات، اما حاجه وحده، البنت فاش ما كتخرج اقسم لك بالله كيدان لها النهار بوحدو، نهارها ما كتطلعش فيه الشمس. ابار هادشي ديال يعني القواده كاينه ابار القواده هشام. ابار القواده كان الكارطه وهادشي التشعوذات كان تيديرها تما. اييه يوميا. اييه كانت تدار الليله. قلنا عاودنا، حنا بغينا نسمعوا عاودنا كيفاش بوكو شنو كانت تدار. وي كانت تدار الحاجه مليكه
شكون يلا هاو تاني واحد دقيقة، شكون هاد الاخر؟